كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم كنقوموا بهذه المبادره اللي كتجي من بعد المبادره الاولى اللي قام بها النادي اللي شملت المحطه ديال الكركارات من اجل البرهنه على الصحراء المغربيه ديالنا، وكذا اليوم كنجسدوها في المحطه الثانيه اللي هي المحبس. وبهذه المناسبه حنا كنشجعوا القرار الامريكي الصريح اللي كان باعتراف المغرب على سيادته على الاقاليم الصحراويه كامله، وحنا راه دائما جنود مجنده مرافقين الله ينصره. هاد الإشاعة اللي تدور في الفيسبوك على أساس أنه كاين قصف في المنطقة، وهذا ملي جيتو في الطريق؟ الحمد لله المنطقة كلها آمنة، وكما شفنا حنا الحمد لله في الطريق كلها ما كاين حتى شي اثار ديال التدمير ولا اثار ديال هذا، وحنا الحمد لله فرحانين لانه حنا في بلادنا وعارفين ان الامن كيسود بلادنا وغيبقى يسود بلادنا الحمد لله. مرا وحنا كنا جنود مجنده مرا سيدنا الله ينصرو. يلا شكون يلا في الطريق جينا نهار الجمعة، خرجنا تقريبا مع الساعة 8:30 من مدينة مراكش في اتجاه ورزازات، ومن بعد انطلقنا من بعد ورزازات انطلقنا لطاطا، و تما فين دوزنا الليل ديالنا في طاطا، ومن بعد الصبح خدنا الطريق وطلعنا ان شاء الله ديريكت، طلعنا هنايا للمحبس وكان الاجواء جميله ورائعه، وطبعا حنا جد فرحانين وحنا تنمثلوا النادي الملكي للدراجات الناريه. لا هو الطريق سليم الحمد لله، وكل شيء مزيان كل شيء سليم، الطريق مقاده نقيه ما ب 20 كيلومتر تقريبا باش بعد حنا الان على تيندوف، وحنا قدام مقر الجماعه ديال المحبس، وان شاء الله حنا دابا جينا درنا واحد الجوله هنايا وشنا الاخوان و جينا باش سندا للجيش الملكي والقوات المساعده، والكل الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير وكل شيء سالم الحمد لله. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.